صحابية قال لها أبوها تزوجي، صحابية خافت فزعت مشان حق الزوج، ما كانت تتزوج، أبوها تتزوج ما تتزوج. بيها راع عند الرسول قال له إن ابنتي أقول لها تزوجي فلا تتزوج. فطلبها جاءت قال لها أطيعي والدك. قالت له يا رسول الله ما هو حق الزوج؟ قال لو كان به قرحة. انتبهوا الكلام اللي جاي لعظيم شأنه وحقه وليس لحقيقة الفعل، ليس لتفعل فتلحس وتلعق القرحة فعلا وحقيقة، لا، بس لعظيم حق الزوج. قال لها حق الزوج عليها أن لو كان به قرحة فلعقتها لحستها لم توفه حقه. قالت لا أتزوج يا رسول الله. ليه؟ خافت من أن لا تقوم بحقه، خافت من أن تقصر فتعصي، ولم تتزوج إلى أن ماتت صحابية. انظروا كيف كان الخوف من الله في قلوبهن.